دي البلكونة ما شاء الله كبيرة. المطبخ burada gelir misiniz? Buraya bak. Video çekiyorum bu yüzden buraya gelir misin? Sala hiye mekan. Buraya bak lütfen. Tamam. Sala. مكان التلفزيون، غرفة النوم الثانية، شوفوا ما شاء الله كبيرة ازاي. السلام عليكم، بالنسبة للشقة دي بسم الله ما شاء الله غرفتين وصالة وفي بلكونة جنب هستوريا مول، هستوريا مول هنا على طول ورا هستوريا مول على طول، والسعر يعتبر فرصة كويسة بكام؟ ب 460 ألف ليرة. احنا شفنا هنا شقق كنا عمالين نلف كتير كتير، دي تعتبر من افضل الشقق، وزي ما انتم شايفين صاحبها ما شاء الله بيضها، وفي هنا بتاع الدفايه وكل حاجه جاهزه فيها، وكمان ما فيهاش ولا مستاجر ولا حاجه، يعني انتم تشتروها من هنا وتقعدوا فيها. دقيقتين لمحطة المترو على طول، اللي هنا حاجه بسيطه جدا من هستوريا مول، السعر كان 460 ألف ليره. ففرصة كبيرة جدا، هي في الدور الأرضي، يعني بتخشوا من العمارة على طول بتلاقوها، يعني مش محتاجين تطلعوا فوق ولا تنزلوا تحت. يا رب يهني صاحب الشقة دي إن شاء الله. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.